طبعا عار علينا بعد ثوره 25 يناير وبعد ثوره 30 يونيو يبدا الحال العمال بالشكل ده. احنا اللي حصل معانا واللي بيحصل مع عمال مصر والنموذج منه اللي حصل في عهد الحكومه الثوريه اللي قلنا عليها بعد 30 يونيو اقحام عمال السويس بالصلب، حصل معانا اسمنت اسكندريه واقحام اعتصامنا في شهر 2 وفضل اعتصامنا بالكهرباء الروسيه، ودلوقتي الداخليه بقت حبيبه الشعب دلوقتي، وبقت الداخليه قدام الناس كلها كويسه جدا. وهي هي اللي بتحمي الارهاب، طب احنا عمال احنا كمان ارهابيين؟ طالبنا بحقنا بقالنا 12 سنه بنشتغل في اسمنت اسكندريه، ولما طالبنا بحقنا اقتحموا الاعتصام بتاعنا وفضوا اعتصامنا بالقوه ورمونا في الشارع. حبسوا مننا 18 عامل بدل يتحقق، كلكم تعلموا قضيه عمال اسمنت اسكندريه واللي حصل معانا. احنا اتبهدلنا بهدله بعدها بهدله، بقالنا 7 شهور مش لاقيين ناكل. لا احنا ولا عيالنا، معانا ناس بقت بتشحن في الشوارع، معانا ناس بتعمل على الصفه، معانا ناس جالها حل زهور، بعد ما خدت الشله 15 سنه اترمى في الشارع. لحد امتى هنفضل نحمي استثمار فاسد وهو استعمار؟ شركات الباعه بتضرب الفلوس كانوا مستثمرين يشتغلوا شرروا العمال وطلعوهم في قصصه ورموهم في الشارع وليهم فلوس الشركه ومفيش حد قال لهم حقهم. مستثمر جهل بيستعمل العماله، بيشتغل بنظام اسمه نظام توريد العماله والنظام ده اسمه التجاره بالبشر. وسياده الوزير يعلم ان الكلام اللي هم شغالين بيه شركات الاسمنت والبترول والاسمده والموالي ده نظام تجاره البشر ونظام سخره عموديه. لحد امتى؟ ازاي يبقى عامل شغال شركه متعلم يحول له عقده من شركه اسمنت اسكندريه، عقد محترم شركه اسمنت اسكندريه بيحصل على حقه كامل، يحول له عقده من اسمنت اسكندريه بتحديد امن الدوله، هم يعلموا الكلام ده كويس قوي. ولحد دلوقتي المحامي من الشركه من عند الصرف، قلنا الكلام ده اكتر من مره في الاعلام، محامي من امن الدوله من عند الصرف هو محامي الشركه يهدد العامل انه يرجع الاستقاله ويتحول عقده من اسمنت اسكندريه لشركه توريد العمال، وفي الاخر لما يجي يضربه في الشارع يجي يطالب بحقه يقول له ما اعرفكش. ده مش مستثمر، ده مستعمل بيستعمل لي البلد. لما مستثمر يجي ياخد قوت وجود عيال وياخد كل الطاقه العالية الجديد يطلع عليه شيء من الدوله، يبقى ده ما بيبانش الدوله بحاجه عشان الدوله تحميه. لحد امتى يا لما هتفضلي تحمي المستثمرين وملك من اهاليهم في الشارع تانيين؟ لحد امتى؟ لحد امتى كل مره كل حكومه هتيجي هتنصفنا؟ اصحابنا الضرر وقلنا الضرر خلاص راح وهناخد حقنا بعد 13 سنه ظلم. نيجي من الاخر بالنسبه لنا احنا العمال واحنا اللي قبلنا ظلم، قلنا هناخد حقنا ما خدناش حقنا. جا مرسي وقلنا حكومه مرسي هي السبب وهم اللي عملوا فينا كده. بعد حكومه مرسي اترمينا في الشارع برضه، وفي الاخر يتقال لنا احنا هنشوف لكم تعيينات لشركات ثانيه. بعد ما قعدنا مع السيد وزير القوى العامه الاستاذ كمال ابو عيد قعدنا معاه احنا وبرلنا وشركه كابي وقلنا ان هنوصل لحل. لحد امتى؟ احنا عيالنا بتموت من جوه، لما بعد الشركه 12 سنه وقعدنا في الشارع وانا شاب عندي 30 سنه هروح فين؟ لما يجي سياده الوزير يقول لنا شفنا الشغله ب 300 400 جنيه؟ ليه؟ مستثمر تيجي تتكلم معاه جاي بطاريه ظهرا قدام عيال البيانه قدام ظابط الجيش وانتهى له، وظابط الجيش شايل البطاريه واقفين معاهم سلاح. انا وجه الرساله دي لسياده الفريق عبد الفتاح السيسي، شركه اسمنت اسكندريه وجميع المستثمرين دلوقتي يجيبوا بطاريه تحميهم بره الشركات بسلاح ظهرا، بسلاح مالي ظهرا شركات الاسمنت والشركات الثانيه اللي بيحصل فيها حمايه البطاريه. لحد امتى هنقدر نحمي استثمار فاسد وهيجيب العمل المصري؟ مستثمر ده اشترى شركه وطلب فلوس، طلب العمال شرده، كمان مش مستعمل كده بيستعمل اللي عنده. هنفضل لحد امتى؟ يا سياده الوزير انا بوجه لك رساله على اننا العرب وكل النيابه شدك على كده. في جلسه الحاويات وحضرتك تعمل الكلام ده كويس، يا استاذ كمال ابو عيد لو مش حضرتك تجيب لنا حقنا انزل اقعد معانا في الشارع تاني. اشرفك واحسن لك لو مش حضرتك تجيب لنا حقنا بس الدوله هتفضل تنتمي لاصحاب الاعمال ولرجال الاعمال، انزل اقعد معانا في الشارع تاني عشان ما تخسرش تاريخ. احنا تعبنا لحد وقتنا هذا، لحد وقتنا هذا لا قوة عملت معانا ولا وزير استثمارنا فعلا ولا حد رجع، احنا اكتر من 200 عامل اتشرفنا واتعمل لنا اراضي، معانا عامل اترموا الدور الثالث وقلنا الكلام ده اكتر من مره، 18 عامل اترموا في السجن 52 يوم. انا عشان ما اطولش عليكم، لحد دلوقتي احنا ما عندناش امل بكره. لو هتفضل الثوره دي تحمي رجال الاعمال على حساب العمال يبقى بلاها ثوره، يبقى احنا شغلنا مره ثانيه نهدم ونروح فيها.